مدينة إسطنبول. وإسطنبول مدينة تركية معروفة تاريخيا باسم بيزنطة والقسطنطينية والآسيتانة والباب العالي. وإسطنبول تقع على مضيق البوسفور، جزء منها في الجانب الآسيوي وجزء في الجانب الأوروبي، وبذلك تكون المدينة الوحيدة في العالم التي تقع على قارتين. أسس المدينة مجموعة من المستوطنين الإغريق قرابة سنة 660 قبل الميلاد. أصبحت المدينة العاصمة الشرقية للإمبراطورية الرومانية، ثم قام الصليبيون بنهبها وتدنيسها وجعلوها عاصمة الإمبراطورية اللاتينية، إلى أن تمكن البيزنطيون من استرجاع المدينة تحت قيادة الإمبراطور ميخائيل الثامن. وفي سنة 856 للهجرة تمكن السلطان العثماني محمد الفاتح من فتح المدينة ونقل عاصمة الدولة العثمانية من أدرنة إلى القسطنطينية، وغير اسمها إلى إسطنبول، وعني بعمارتها وهندستها، وبنى فيها الكثير من المعالم الهامة، وسمح لجميع الجاليات بالإقامة فيها بسلام. ويعتبر حدث سقوط القسطنطينية حدثا مهما في التاريخ، إذ يجعله المؤرخون خاتمة العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة. في سنة 922 للهجرة قضى العثمانيون على السلطنة المملوكية المصرية وضموا أراضيها، وتسلم السلطان سليم الأول مفاتيح الحرمين الشريفين، واصطحب معه إلى الآسيتانة آخر الخلفاء العباسيين بالقاهرة محمد المتوكل على الله، وأرغم على التنازل له عن الخلافة، فأصبحت إسطنبول عاصمة الخلافة الإسلامية. بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى قامت قوات الحلفاء باحتلال المدينة، ثم تم إبرام معاهدة مع مصطفى كمال أتاتورك، ورسمت فيها حدود الدولة التركية الجديدة، واحتفظ بموجبها الأتراك بمدينة إسطنبول.